السلام عليكم أعزائي المشاهدين وحياكم الله معنا في نقاش الحلقة الخامسة. قبل ما نبدأ حاب أنبه أن كلامنا بيكون خالي من الحرق في المانجا، فخلونا نبدأ. ولا لا وقف وقف الانترو وقف الانترو. قبل ما نبدأ حاب أشكر المنتسبين في الدرجة الثانية واللي هم نحر وحسن زرعون، يعطيكم العافية على ثقتكم فينا وأبد شكرا لكم الصراحة. وخلونا نبدأ. الحلقة المميزة هذه جبنا لكم ضيف مميز، يعني مع نفس الحلقة خلاص. هكسي حبيبي. أول شيء كيف حالك؟ والله يا بدر الحمد لله. شوف أنت تجربتك يعني مرة مختلفة، خصوصا في أول نقطة تتكلم عنها واللي هي لأن أنت أعطيتها اللي هو الاستوديو، أنت أعطيتها ماراثون، فأتوقع يعني مختلف شوي لما يكون واحد مشى للسيزن الثالث وقطع بعدين رجع بعدين مع سيزن الأخير، ففي فترة كذا ما شاف أو ما تعود أو يعني يمدي يتقبل أشياء جديدة. لكن أتوقع أنت بالنسبة لك يعني كانت صدمة أقوى أو الاختلاف أولى؟ للأمانة لا. أوكي في شغلات يعني خلنا نتكلم، يعني بعطيك شوية يعني نرجع يمكن بالأحداث اللي فاتت برضه يمكن أعطيك أسولف فيها شوي. لكن بخصوص البرودكشن، من ناحية البرودكشن بشكل عام، الكلام مو على الاستوديو هذا أو الاستوديو ويت ولا مابا، خلهم على جنب. مابا أول شيء استوديو يعني غالبا التيمز اللي يشغلونهم مرة كويسين، يعني يكون شغلهم كويس. لكن عادة الاستوديو هو عبارة عن منظم بالنهاية، هو يجيب ناس، أغلب الشغل يكون outsourced. ما في أحد إنه والله يشتغل باستوديو هذا ما يشتغل باستوديوهات ثانية. تلقاه قاعد يشتغل استوديو يعني تلقى أنيميتر ولا مخرج قاعد يشتغل مع ويت استوديو، يشتغل مثلا مع آي جي برودكشن، وقاعد يشتغل مع مثلا كيرو عادي يشتغل معهم في نفس الموسم، قاعد يشتغل على ثلاث اعمال. في طبعا في حصريين في الحصريه مثل كيوتو، لانه اساسا هم بكيوتو لحالهم معزولين. عندك في ناس يكونوا موقعين عقود حصريه وما ادري شلون، بس ما علينا من الموضوع هذا كله. لكن بشكل عام البرودكشن يعني يمكن اختلفت على قولتهم أساليب، أسلوب شوية يعني شوي مختلف في بعض اللقطات. لكن يعني مثلا كمثال سي جي آي يستخدم بزيادة. مابا يعني معروف أعمالهم أنه يعني إذا ما أنا غلطان مابا يستخدمون السي جي آي كثير بأعمالهم، لكن بشكل عام يعني ما كان بطريقة قبيحة يعني. حطوا بأوقات معقولة، خصوصا الموسم اللي فات يعني يوم يحاولون يقفلون وول ماريا، كانت صايرة هالمشكلة هذه يعني لا إله إلا الله، إنه يعني مو صايرة مشكلة يعني كان في استخدام كثير للسي جي آي تقريبا يمكن حتى من الموسم الثاني، مو من الموسم الثالث بعد، يعني ثاني موسم اللي كان 12 حلقة أول واحد اللي عام 2016-2017 برضو كان فيه سي جي آي كثير. فايت اللي هو إيرين وراينر أي يوم الكلوسل تايتان بالضبط. يعني دام إنه يستخدم بشكل مهب يعني يخرب العمل، بالنسبة لي يعني أقدر يعني أتغاضى عن الموضوع أو إنه يعني أتقبله. فبشكل عام يعني ما كان سيء صراحة، يعني كان شيء يعني جاي بطريقة مرتبة. هذه نظرتي أنا على الموضوع، بس عقولتهم هذا حتى يعني ما هو نظرة موضوعية، هذه يعني من ناحية تجربة، يعني هذا رأيي الشخصي. أنا عادة أحاول إنه لا أنا قاعد أجيبها من منظور محايد، بس لأنه هذا شيء بالنهاية أنت تتكلم عن كيف أنت استمتعت بالعمل. أيوة هو هذا رأي شخصي. أنت تتكلم من إيه بالضبط. رأي شخصي. فأعطيتك رأي شخصي بهالسبب هذا. وهذا هو اللي ندور عليه، الرأي الشخصي. رأيك أنت يا هكسي في الموضوع هذا. فأي والله يعني ولا أختلف مع يعني صراحة أتفق معاك في الموضوع هذا، يعني الاختلاف كان موجود بس يعني ينبلع باختصار شديد. يعني لو كان انيميشن يعني رسم اكيد بيطلع يعني غالبا احسن، لكن بشكل عام يعني ما كانت سيئه.
مشكلتي واحدة بس. في جزئيات تعرف لما أنت تجيب شيء وتسوي له زوم كيف يطلع البكسلات جاية كذا بشكل تجي أوكي هنا كذا تجي تعرف لما تكون الصورة مكبرة وتطلع كذا يعني جاية واضح الاناليسز مدري أنت أيوة بالضبط هذه أيوة نحن عارفين إن كيف تطلع البكسلات تطلع البكسلات جاية كذا بالزاويات يعني كان ودي لو انهم جايبين يعني السي جي اي كانوا مخلينها الكواليتي حقته يعني من ناحية ريزولوشن اللي هو يعني ريزولوشن اللي هو مثلا 720 1080 2K 4K وزي كذا فمو انه يعني كجودة فانا كان يعني انا كان ودي انهم يكونون رافعينها بحيث انه تكون عدد البيكسلز اقل اكثر فيكون مبين بشكل انعم فيعني هذه يمكن النقطة الوحيدة اللي كانت مضايقتني الظاهر كانت يوم راينر قاعد يكسر الجدران يوم المهمة اللي بحلقة ثلاثة كانت او هي حلقة اثنين في الحرب ما ايه بالحرب الاخيره اللي كانت موجوده في اخر كم حلقه اهم شيء اني قاعد اشر على ورا انه يعني الحرب كانت هنا ورا لا انت تدري ترى كان قبل شيء يعني انت وراك يعني فمعك حق يعني لا تخاف لاني توني قاعد اشوفه اي بالضبط احنا لا في ورا بعيد شوي يعني قبل شهر اي كذا انت ما شاء الله عليك يعني قبل كم ساعتين بالضبط اقول لك رجعت الدوام على طول قعدت عس بالحلقات كلها بالضبط طيب الحلقة زي ما احنا شفناها فيها تقريبا ثلاث أماكن صار فيها أحداث الحلقة بشكل عام حلو أول مكان خلنا نتكلم عنه وما ودي أتكلم عن المكان الأهم نوفر في الأخير إيه أنا كنت بقولك خلوا آخر شيء إيه خلوا آخر شيء فخلونا نتكلم عن ستيج خلاص مع ويلي تايبر أول شيء بشكل عام ويلي تايبر شخصية ما عرفنا لها في السيزون الأخير خلاص واتوقع انه اليوم هو المفروض يطلع كل اللي نقدر خلينا نقول استخدامه في القصه بشكل عام فكيف تشوف الشخصيه كيف تشوف القائة كيف تشوف الطريقه بشكل عام وش كان هدفه خلينا نقول الظاهر انه في مزروعين جواسيس فما ادري هل انه هو مضحوك عليه هل هو انه شو يسمونه احد يعني خلاه انه يكون معهم انا ما ادري بالضبط وشلون بس انه يعني كانه له علاقه في شخصيات من الجزيره سواء بشكل مباشر او غير مباشر أوكي. ما ادري يعني لو تلاحظ قاعد يتكلم عن إيرن وكيف انه الخاين ومدري ايش وانه هذا اللي بيدمر العالم فيعني صح انا قعدت يعني يوم شفته مره ثانيه قعدت افكر فيها على فكره طريقه كلامه ما تدري هل هو مع إيرن ولا ضد إيرن لكن اللي صار باخر الحلقه كلنا شفناه وتعرف يعني يقول لك كانه انه لا ما له دخل فلكن يعني بس شوف كيف غير إنه... كيف إيه؟ كيف فكره القصه حقت مساله الجزيره هذه يعني تعرف اللي كنا كذا الأحداث هذا بداية القصة مشت قدام الأحداث اللي تشرح لنا يعني فكرة العمل مشت كدي كذا آخر 10 حلقات طاح كذا مشينا دعسنا بالأحداث كثير نرجع لويلي الصراحة وخلنا نقول أحس إن دوره انتهى مع أنه كان سريع جدا بس كان مهم بشكل جدا جدا كبير في القصة اتوقع مع نهاية الحلقة يعني اتوقع انت تقول انه كان مفتاح للأحداث ايوه بالضبط وفي نفس الوقت الطريقة جدا جدا احترمها من الكاتب انه بدل ما يجيب لك ناريتر راوي ويقعد يسولف عليك ويحكي لك القصة لا يجيب لك اياها من طريق من جوا الأحداث خلاص حركة هنتر حق هنتر اي حركة هنتر صدق كنت احبه يا اخي كنت احبه لا 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 لا, لا, لا. انا عندي مشاكل معاه صراحة مرة ما الحركات دي ما ادري بل الفكرة جميلة كيف انه جاب منظور الالديانز الان استوعبنا احنا كيف وش نسخة القصة اللي يعرفونها الالديانز اللي عفوا المارلي وش القصة حقتهم وهم وش اللي سمعوه وفي نفس الوقت جابنا القصة اللي هو يعني تناقلها عن جد واللي تناقلها عن عائلته واللي هي الأصلية
يعني خلنا نقول من أكثر الحلقات اللي إثرائية خلاص، وفي نفس الوقت كان فيها حماس، كثرت الأسئلة. إيه لا، وكان فيها حماس يعني. إيه هي في لقطات إثرائية بس ما يكون فيها شيء، وفي لقطات حماس يعني فايتات ولا لما جمعوا الاثنين الصراحة كان يعني ميكس جميل، ميكس جميل. نهاية نهاية الحلقة هذه كانت من أكثر الأشياء اللي كنت متحمس معاها يعني فتاك تايتن بشكل عام. يعني يوم إيرن يتحول، يوم شو يسمونه نكتشف أن راينر وبرتولت عمالقة، وعندك نقطة يوم وش سم، والفايت الأخير، فايت يعني فايت يعني الفايتين مو بالأخير يعني. هو شوف، في عندك يوم انكشفوا، عندك المرة الثانية يوم بغوا يخطفون إيرن، وعندك المرة الثالثة اللي هي الأخيرة اللي قبل كم حلقة، اللي بالنسبة لي قبل كم حلقة يعني. لا إله إلا الله، يعني كانت كل هذول، يمكن هذا يمكن الحدث الخامس اللي بالنسبة لي كانت من أكثر الأحداث اللي عالق ببالي من ناحية حماس. فيعني كان حدث قوي قوي، ولا صدقني اللي جاي بيكون يعني الحلقة الجاية، يعني مو إنه الأحداث القادمة، الحلقة الجاية بتكون يعني حريقة جدا. هذه أتوقع أوضح شيء يعني، ما يختلف عليها. الحلقة القادمة بتكون جدا جدا حماسية. طيب خلنا من ويلي الحين، تكلمنا بما فيه الكفاية عنه. قبل لأنه أصلا دوره أصلا ما كان دوره كبير يعني، ما كان حدثه ما كان كبير، لكن دوره كان كبير. هو إيه زي ما قلت لك، استخدم الكاتب في إيه مفتاح عشان يحرك القصة بدون ما يعني يلف يمين يسار ولا فلاش باكات ولا أي شيء، جابه بطريقة جدا ممتازة. الشيء اللي بتكلم عنه قبل ما نخش في راينر وإيرن الموضوع الأساسي، يعني كمية الجنود الموجودين حول الحدث، حول الاحتفال نفسه، حول المسرح خلاص، يعني كأنهم متأهبين لشيء. وفي نفس الوقت يجيب لك الأكثر من مرة تجي الكاميرا على اللي هو قائد الجنود اللي كان معاهم، وفي نفس الوقت ما هو مرتاح. وهذا نفسه اللي يقول ترى الجيش حقنا مليان في إيران، وراتس أزن يعني جواسيس، خائنين جواسيس. فهو كان حاس بالموضوع أنه في خيانات وفي جواسيس وفي هذا الشيء. ومن هنا يعني أتوقع بنسبة كبيرة دام إيرن موجود وكان يرسل وكان مدري إيش، والآن طلع فإنه بنشوف الشباب موجودين عندنا في الحفل هذه. أنا جيب متأكد منها الحلقات الجاية أتوقع بنسبة كبيرة. وبرضه نفس الشيء الشخصية اللي شالت ال يسمونه العملاقين حق الكارت والعملاق حق الجو وحطهم في نفس ذا، برضو نفس النظام، ما جاب وجهه، واضح من كليشيز حقت الانمي انه شخصيه نعرفها، فعشان كذا ما طلع ملامحه وتقول ذيك اني انا اعرف هذا قد شفته من قبل وزي كذا. ف 100% واحد من الشباب اللي نعرفهم، بس من هو؟ هو شوف المؤلف له سوابق اذا ماني بغلطان انه يجيب شخصيات ما قد شفناه، اللي انا استغربت يعني منه ليش ما اخذ زيك معهم. اها اي اتوقع زيك 100% عشان هو عارف انه بينقبض، فما في احد يتوقع انه زي كذا يعني التخطيط يعني هذا يعني عارف يتوقع انه احد يعرفه زيك. اي احد يعرفه زيك انه على طول بينقبض. ممكن، واتوقع انه ارمن، ما ادري ليش بس اتوقع انه ارمن، شعره اشقر هذا اول شيء. ثاني شيء يعني بس مو صوت ارمن، ما مو بصوت أرمن، ما صوت صراحة ما ركزت فيه، ما أدري حتى صوت أرمن ما أذكره يعني الأمانة. أنت ملحق بس أنا أخبر صوت أرمن ترى في كم أنا آخر مرة سألت أنت بالضبط تفكينا بهذا الموضوع. فهو 100% أتوقع شخص يعرف زيك، وفي نفس الوقت يعني جاه تعليمات أن زيك ترى قفطة وخر عنه جيب الباقيين. فهذا توقعي 100% انه ليش ودى الاثنين هذول مع بعض. هو ارسلوا مع جندي ثاني ولا
اي قال له يبغونك بس انت روح هناك خلاص وانتم تعالوا معي. ايه ممكن هذا ممكن يتخلصون منه بمكان ثاني. ممكن ممكن ايه ممكن ممكن انه يحطونه عند الكراودز ومدري ايش. شفنا استخدامه الموضوع هذا انه يحطونهم جنب مكان عشان ما يقدر يتحول ما يقدر يسوي شيء لانه بيكسر الدنيا وبيدمر اللي حوله. فهذه هي. وبالنسبة لآني طروها في الحلقة هذه أبوها طروها ظهر مو بأبوها أبوها ولا ما إذا ما غلطان كان أسمر ولا كانت في الظلمة ما أعرف بالضبط لأنه ملامح ملامح إيه؟ ملامحه كانت مرسومة كأنه يعني أسمر. إيه ما أبوه طراها ويعني طرى شيء مهم منها واللي هو الوعد حق آني. يعني لفت انتباهي انه اني موجوده وزي ما تقول الكاتب ما يعني ما نسيتها وترى هي بتطلع بعدين وهذا شيء بالشرك انه لا بالفعل يعني ما راح يقفلون القصه ويسوون اي شيء اني مهي موجوده اني بترجع. يعني ما ادري لانه بترجع كيف الطريقه بس انه لازم 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 يكون لها وجود. يعني ابطالنا لما راح يعني خلينا نقول ايرن لما يكون هناك وآني وراء فتفتح مجال خلنا نقول مجال مقلب. اي بالضبط بالضبط انه ممكن تطلع وتهج تهج ولا شيء زي كذا وتجيبهم الطاعة. ممكن الى الان ما شيكت عليه بس ما قطعك. شيكت عليه لا اسمر شعره اسود وعينه بنية ابدا. الظاهر ان ابوها تبني ولا شيء. ممكن ترى في بعد في ثيوري قوية يعني وسمعتها أكثر من مرة اللي هي من نفس إيش يسمونهم طقة ليفاي وإيش يسمونه أكرمن وميكاس أكرمن. إيه في ناس كذا يقولون إنه يا من ما أتوقع إنه يكون في هذه ثيوري يعني الحلقة الماضية مع سعود هو اللي قالها. لأنه كل الأكرمن اللي موجودين اللي طلعوا في القصة مو من كثرهم ليفاي وعمه أو خاله وأمه وميكاسا بس كلهم شعورهم بنية ولا سودة. كلهم شعورهم سودة وعيونهم هي LDMية بالمية ما فيها كلام. إيه ما فيها كلام مخلوط معاها كذا في عرق عقب مسكت عرق. هذا الثيوري اللي قالها طبعا مو اللي قالها سعود صراحة. ويعني مرة ميك سنس لأنه في يوم فلاش باكات حقتها قابلت المعلم حق ليفاي ويعني كان شوي اللي هو خاله لما شاتت الجدار كان يعني متخوف ومرة خايف منها لأن القوة حقتها وزي كذا. فنفس الوقت يعني ما أدري من أول هي قوية خلاص نفس ميكاسا ترى هي كانت نظام يعني مرة جوجيتسو. ايه نظام جوجيتسو كانت اكثر شيء. مرة احس الموضوع يعني ممكن يس حلو انه طرناها وسمعناها في الحلقة هذه. طيب خلاص خلنا اصلاح اوكي ما اتوقع بس انه يعني نتكلم فيها بعدين مين مشكلة. شو اسمه وش كنا نقول نتكلم عن النقطة الأخيرة. النقطة الأخيرة هي خلاص خلني بعطيك انت المثال بعدين نتكلم انا. يلا يا أخي راينر وإيرن في القبو. يس شوف شخصية راينر الشيء اللي كان مسويه كثير من الناس إنه نظام اللي لا الحين تغيرت نظرتنا عنه وما أدري وشلون. أنا قاعد أناظر لا ما تغيرت نظرتي بالعكس صارت أسوأ صارت أسوأ بعد يعني معليش يعني ما هو بس وهق نفسه وهق ربعه يعني غير انه حاس ام الدنيا كل هذا بس عشان ينقذ نفسه بالاخير. يعني ترى كل اللي سواه بس عشان ينقذ نفسه. يعني بالعكس ابدا ما كنت متعاطف معه تماما. في ناس قاعدين حتى يقولون انه لا اللي سواه ايرن انه سالفة الهجوم هذا. ولو تلاحظ انه يعني بداية الهجوم في ناس الحجارة طاحت عليهم وذا يعني وصخور كبيرة يعني أكيد بيموتون منها وأكيد فيه بيكون ضحايا كثير. يقولون أنه اللي سواه هو أشد. أنا ما أدري وشلون أشد. صح أنه هذا أكبر من راينر يوم يهجم فرق حوالي 8 سنوات بينهم لكن هذا ما يعطي
أي يعني ما يبرر الراينر ولا أنه على قولتهم يخلي إيرن الشخص الشرير. إيرن بالنهاية ما هجم إلا يوم أعلنوا حرب وكل اللي موجودين معلنين الحرب عليهم. هي. وأساسا يعني هم ماخذين موقف سلبي سواء عجبهم ولا ما عجبهم. فيعني بالنهاية يعني ما تقدر تلوم إيرن. في المقابل راينر لا، كان وضعه مختلف. راينر كان شخص رايح المهمة، كانت مهمتهم يعني حسب اللي أنا فهمته أنه تسلل فقط، يعني الاثنين يعني هو العملاق الطويل اللي هو الضخم اللي هو بيرتولت، أنه يعني في حال أنه احتاجوا يسوون شيء يوم. برضه السريع هذاك اللي هو حق الهجوم، مو بحق هجوم هو، بس أنه يعني هجومي نوعا ما. فكان انه يعني كيف يقول لك انه هو اساسا كل اللي سواه بس علشان انه ينقذ نفسه، لانه لو رجعوا بيخلون احد ثاني ياخذ العملاق البدرة. يعني صراحة ما اشوف اي مبرر راينر، واشوف كل المبررات موجودة لإيرن. انا ما بقول اللي سواه إيرن غير وحشي، لا تصرف يعني، بس يعني كل الحروب كذا. يعني ما أدري وش يعني كم حرب من أصل الحروب اللي صارت في التاريخ اللي ما كان فيها وحشية. إيه لا يعني متى تفكر فيه بالضبط. ما نجيبها من مبدأ البادي يظلم خلاص. وفي نفس الوقت ما شيل البادي يظلم وشيل هذه كلها. أنت اضطر للشيء مارلي خلاص، وعندها الإلدين، وفي نفس الوقت اللي هو جزيرة بارادايس. جزيرة بارادايس ما تبغى شيء، ما مع نفسكم انتم، خلونا في حالنا ومع السلامة، بس هذا اللي تبغى خلاص. المارلين يعني مستخدمين الالديينز في انهم لا يعني على كسليفز، انه لا اشتغلوا ما ادري ايش وزي كذا، وفي نفس الوقت كفروا عن خطايا اسلافكم، انتم اسلافكم دمروا مدريش زي كذا. ف يعني البيئه كانت سلبيه لراينر ومدريش وزي كذا، معاه 100% مبدا البيئه الفاسده تطلع ناس خلنا نقول بفكر فاسد. شفت هالشيء هذا بالصغار اللي هم جابي كلهم ما اختلفنا. بس انا مقصدي انه تصرف راينر كان يمديه، او انه الهدف يعني يوم فشلوا، يوم مات شو اسمه مارسيل، اسمه مارسيل، ايه مارسيل، يوم مات كانوا بيرجعوا، المفروض انهم يرجعون لانه الان المشن حقتهم كومبرومايز. بس كل اللي سواه هذا، ملايين الناس مدري مئات الالوف ماتوا بسبت انه كان ما يبي يموت، يعني انه يعني خايف انه لو رجع انه بيموت، حتى لدرجه انه قاعد يحاول يتلاعب باني وبيرتولت انه لا خلوكم معي. اي لا هو هاي من الناحيه هذه. انه المره الثانيه ما قاطعك، بس انه المره الثانيه يوم سالفه انه بغوا يكسرون منطقه تروست ويدخلون على الجدار الثاني، جدار ثاني اي كانت شو اسمه هذه تقول خل نرجع، هو قاعد يقول لا خل نقعد، لازم نكسر الجدار الثاني. يعني الجدار الثاني يعني ما راح قاعد يعطي لنفسه بس مبررات علشان ينقذ نفسه. بالنهاية كل اللي كان يسويه راينر أنانية، ومبين هالشيء هذا في آخر كم حلقة. كيف تلاحظ يوم كان يحاول ينتحر، كيف مسألة الـ PTSD اللي جاء وصار، إنه كيف إنه يعني الموضوع هذا شاغل باله، ما أكله أكل يعني أوكي كان صغير، أوكي كان كذا، بس هذا لا يعني إن اللي سواه راينر أوه مسكين. لا، واحد صغير كان محبوس بقبو طول عمره، بعدين يوم طلع صار سايكو وقتل له 30 واحد، بتقول عنه أوه مسكين؟ لا، ما أنت بقايل عنه أوه مسكين، هذا قتل مئات ألوف. هذا هو هذه خلنا نقول الدلمة اللي موجودة خلاص. يعني ترى أنت اللي قلت الحين، ترى شخص بيقول لك إيه مسكين
وشخص بيقول لك لا مو مسكين لا مو مسكين بالضبط. معليش الكاتب نجح في خلنا نقول هذه نجح في يعني خلق خلنا نقول رأيين مختلفين في الموضوع هذا خلق معضلة أخلاقية إيه لا لا شفت سالفة نظرها من جوانب مختلفة أيوه زي أي دلمة في الحياة سالفة القطار اللي يمر بيدعس واحد أو غير عادي خل القطار يجي كذا عشان يدعس الطريق بالضبط فهي هذه الفكرة أتوقع أنه هذا الاستخدام اللي موجود عنده أنه في منظورين موجودين برضو في نفس الوقت خلى البطل يسوي شيء برضو outrageous خلنا نسميه شيء خارج عن المألوف شيء متوحش ويخلي المشاهد هو اللي يحكم وهنا طبعا زي ما انت شايف انت اخذت رأي في ناس ياخذوا الرأي مختلف تماما وهذه حلاوة الموضوع وهذه حلاوته خلنا نقول الكتابة الجميلة في الجزئية هذه خصوصا بالجزئية هذه بشكل عام ما نعمم ولا شيء بس في الجزئية هذه بالفعل اشوفها من يعني شيء ابداع اقل ما يقال عنه هو للأمانة المؤلف يعني ابدع باكثر من مره بخلق معضلات اللي تناظرها من كذا جانب وسويت عنها فيديو حتى على فكره شو اسمه كنت اتكلم عن الجوانب الاخلاقيه في تاكن تايتن يوم سالفه التعذيب كانت اتذكرها حقت الشرطه السريه اوكي فيعني صراحة يعني الكاتب يعني مبدع بالجانب إنه مو بالجانب الظلامي للإنسانية بس بتقدر تقول إنه مبدع بخلق سيناريوهات تعتمد على الجوانب السوداء أو السلبية في البشرية ويخلق منها سيناريو كويس يعني قصصيا صراحه يعني الامانه يعني هذه من احد افضل الجوانب اللي عنده يعني اشوفها من ناحيه كتابه اتاك اون تايتن ولو بالفعل ترى انت لو ترجع كذا حلقه ترى يعني كل اللي بيصير الان ترى بسبب انه بسبب راينر هو اللي صنع ايرن خلاص ايرن اللي نشوفه حاليا مين اللي سواه لا تقول لي التدريب بالضبط. لا تقول لي يمين يسار ما لا اكزاكتلي راينر الكارثه اللي صارت له انه كيف شاف امه تنوكل مين تسبب فيها راينر في لقطه بنحب تكون موجوده في الايديت ايرين قالها بالحرف خلاص انا بعذبك وبخليك تموت اقبح موته هذا اللي قاله وهذا اللي بيصير بتوقع من الحلقه الجايه اللي بعدها بتشوفون شغل طحن غير طبيعي تعذيب اي مره انا اعترض معك هذه النقطه دي ايش انا اعترض معك بالنقطه هذه لو تلاحظ من يوم ايرن شاف ذكريات ابوه ونظرته شوي مختلفه لكل شيء تقريبا اسلوبه مختلف الابروتش حقه كيف يتعامل مع الاحداث اللي قاعده تصير قدامه مختلفه تماما بالبداية كانت عندك كيف نقطة يوم سالفة يوم يستوعب ان ليش كان يقدر يتحكم بالعمالقة لانه كان لامس مين اللي هي زوج دينا اللي هي زوجة لا دينا دينا التايتن اي زوجة ابوه عندك بنفس الوقت كيف انه يوم استوعب الموضوع قرر انه ما يتكلم ولا يقول لأحد ليش عشان يحمي هستوريا فهمت علي عندك شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله شو يسمونه ايه عندك النقطة يوم وصلوا للبحر تشوف انه كيف انه قاعد يتعامل مع انه اي احد بعد البحر انه كيف انه ينظرون له اعداء وهو كان يتمنى الحرية بنفس الوقت كيف انه تعرف انت كيف مثلا جاب لك قصة انه انه الاحداث ممكن الذكريات ترجع للماضي وما ادري وشلون يوم ظاهر اسمه ظاهر كان اسمه كروجر ولا الاول اللي انقذ ابو فكيف انه يوم كان يتكلم كان قاعد يقول له ميكاسا وارمين
انك تنقذ هي. ميكاسا وارمن يعني كان يشوف المستقبل او ما ادري كيف يعني الربط التايم لاينز اي انه يعني كيف انه اراده ايرن اثرت على اراده كروجر لانه مرتبطين في العملاق الهجومي فيعني قاعد تلاحظ انه كيف ان ايرن وصل لمرحله انا بيحمي الناس اللي يعزون علي بغض النظر وش اللي بيسويه فالان مساله انتقامه من راينر لو تلاحظ يعني اصلا يوم كان يقول له انا انت قلت لي كذا 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 قال وانا صح قد قلت لك كلام زي كذا انسى انسى ما عليك كلامه راح يعني مره اختلف يعني اختلفت شخصيته بهالنقطه هذه ف يعني انا صراحه ما اشوف انه يعني انا اقول لك انه راح يكون فيه مجزره الحلقات الجايه يعني قصه الاحداث هذه اللي بتصير بعد اعلان الحرب اي نعم ما فيها اصلا كلام كبار رؤوس دول كبار قادة كانوا كلهم مجتمعين بالمكان هذا لو تقول لي 40% ماتوا منهم وهو هذا نسبة راح تكون جدا بسيطة بالنسبة للدامج اللي قاعد يصير يعني تتكلم أنت عن كارثة راح تصير بالدول هذه كلها بالضبط بالضبط كارثة لما تكونوا قادات اللي يعني خلينا نقول في الحرب لما تذبح قادات غيرها لما تذبح جنود ولا تذبح ذا بالضبط فما بالك قادة الدول نتكلم عن ايه وهذا الضرر اللي اتكلم عنه والمجزرة اللي بتسم يعني خلينا نقول بتلطخ في اسم إيرن خلاص من بعدين من بعد هذه الحلقة من بعد المجزرة هذه اللي سواها إيرن بيصير يعني في العالم خلينا نقول مجرم حرب وزي كذا من هذا القبيل يعني ف هذا النقاط اللي ممكن يعني اشوفها ممكن تصير في الحلقات الجايه اضف على الموضوع هذا الكاتب يعني واضح استخدم فكره المرايه بشكل عام انه كيف الاحداث وكيف يبغى يعني يوصل انعكست 100% ايه لو ارجع انا قد تكلمت على التريلر وقد تكلمت عن البوستر انا قلنا يعني البوستر لو نرجع للبوستر البوستر حرق البوستر كان فيها البوستر هذه المدينة كانت مارلل فأي ما كنت أتصورها الصراحة بس الحين وضحت إنه كيف البوستر الأول تايتل موجود وإيرن تحت الحين عكس تماما والحلقة مليانة يعني بالتفصيل الصغير إنه إيرن قاعد يملي راينر بالملي أنت كنت تأكل معنا انا ركبت معكم انت كنت مدري ايش انا سويت نفس الجدال انت انا هو هذه الحلقه هذا الحوار اللي صار بينهم بس انت كنت تسوي كذا انا سويت زي كذا وبوريك بعد شوي هذا هو هذا هو استخدام المرايه مره واضح يعني بشكل عام انه هذه هنا فشيء جميل الصراحه شيء جدا جدا جميل صراحه يعني كانت حلقه جميله وصراحه استانست انه هذه الحلقة اللي بكون أنا كنت معاكم بالانطباع يعني إيه لا يا أخي شوف أنا ودي إني أرجع أنزل فيديوهات زي أول وكل شيء بس ما فيني حيل أبدا ما هنا جلد الحين القدرة اللي يعني الآن يلا إني أتابع أقرأ يعني لي فترة كنت منقطع فترة الحجر ترى كنت منقطع يعني ما كنت أتابع زي يعني المفروض لو أنه كانت الحجر قبل 4-5 سنوات كانت تلقاني خلاص 300 أنمي فيه عادي لكن يعني ها أحس أني بديت أتحسن شوي ها بديت أرجع أتابع ترجع برفورم يلا عقبال ما تشغل القناة إن شاء الله ثانية نقول إن شاء الله بإذن الله ترى شكلي يدور لي أحد يمنتج لي ترى اللي ممكن هذه أوكي ترى ممكن هذه تلعب دور ترى اي احد يعرف المونتاج ومدري ايش بد تواصلوا مع ما راح اقول لا صراحه ما راح اقول لا خلاص بس يعني صراحه يعني اشكرك يعني على الاستضافه هذه يعني الله يعافيك ابد صديق القناه كان ودي اسولف عن الحلقه كل هذا يعني ودك تسولف ها إيه يعني ترى شوف يعني من دون مبالغة يعني والله يمكن أدعس ساعتين ثلاثة زيادة يعني. يا إلهي ساعتين ترى في يوتيوب بعدين بالضبط أتوقع إن إحنا يعني بعد يعني كم لنا الحين نسجل فترة طويلة ترى
يعني الحلقة 20 دقيقة بالضبط بالضبط هذا اللي ما نبغى نوصله. يعطيك العافية يعطيك العافية هكسي. الله يعافيك. أعزائي المشاهدين تلاقون هكسي في روابط موجودة تحت عندنا في الوصف. الله يسلمك. ويعطيكم العافية أعزائي المشاهدين ونشوفكم في الحلقة الجاية على ألف ألف خير.